والكنى من ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم، لأنه يأتي في بعض الأسانيد الكنية مقتصر عليها عن أبي عبد الرحمن مثلا. فإذا عرفت أن كنية ابن مسعود هذه، أو كنية ابن عمر، أو كنية ابن عباس، أو كنية فلان أو علان، سهل عليك تمييز المهمل. والعلماء ألفوا في الكنى كتب كثيرة، لابن عبد البر كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين بالكنى في 3 مجلدات، هناك كتب أخرى كنى والأسماء للدولابي وغيرهم. المقصود أن هذا محل عناية لأهل العلم، وعلى طالب العلم أن يعنى به ويهتم به، لأن هذه الكنى قد تأتي من غير ذكر للاسم، فإذا جاء الخبر عن أبي عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا كنت تعرف من الصحابة من كني بأبي عبد الرحمن ضاق الأمر عليك جدا، يعني تبحث بين هل هو من حديث ابن عمر أو حديث ابن مسعود. وقد تأتي هذه الكنية في أثناء الإسناد، الطبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فإذا عرفت من يسمى بهذه، من يكنى بهذه الكنية، لا شك أنه يسهل عليك الأمر، لأن البحث يكون متردد بين أشخاص معدودين. ومن الرواة من اشتهر بكنيته حتى ضاع اسمه. الآن الخلاف في اسم أبي هريرة على أكثر من 30 قولا، سببه شهرته بالكنية. وقد تكون الشهرة بالاسم حتى تضيع الكنية. قتادة مثلا اختلف في كنيته، لكن المرجح أنه كنيته أبو الخطاب. نعم، أبو الخطاب. من الرواة من ضاع اسمه ولا يعرف لشهرته بالكنية، حتى قال بعض المترجمين أن اسمه كنيته أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، اسمه كنيته على ما قال، ويختلفون عاد بما قيل في اسمه. فمعرفة الكنى من الأهمية بمكان لطالب العلم، وأهل العلم ما قصروا، إذا ترجموا ذكروا الخلاف في الكنية، وإذا كان من المشهورين بالكنى ذكروا الخلاف في الاسم، ما تركوا شيء، وألفوا كتب خاصة في الكنى وفي الألقاب